البدايه، شنو رايكم في فكره البرنامج؟ والله فكره البرنامج صراحه عجبتنا كلش حلوه، خصوصا انه تجمع لك يعني الفيلد الطبي دخله بالرياضه سابقه حلوه صراحه، انه يستضيفون يعني يستضيفوننا احنا. دكتور احمد حياك الله في برنامج كره، شنو رايك في فكره البرنامج؟ والله فكره البرنامج ما راح اضيف شيء اكثر من اللي اضافه الدكتور. راح فكره البرنامج هي انه تجمع بين واحد شلون يوفق بين عمله وبين كرة القدم، وبالنهاية بالفترة الأخيرة دا نشوف كأس العالم خصوصاً بآخر ثلاث نسخ أنه أخذ جانب كبير، العالم تنتظره كل أربع سنوات، حتى مو مثلاً نقول إحنا الولد، إحنا الولد اللي دا نشوفه، حتى النساء هم يعني دا يتوجهوا له بصورة كبيرة. أريد أسألك عن نقطة كلش، غياب يعني غياب الشرائح المتطورة المثقفة ذات الأكاديمية عن الملاعب، يعني ما نشوف قبل مثل قبل يعني أطباء المهندسين، هسه أكو تراجع بحضور هذه الشرائح، شنو السبب مباراة الدوري؟ شوف صراحة اللي دا يصير هذا الغياب أنه أكثر هاي الشرائح حاليا توجهت أنه هي دا تلتهي بمجال العمل، مجال الرياضة هو يبقى هواية بالأول والأخير، يعني قليل من الناس اللي هم يتوجهوا له ويكون باب رزقهم الأول، فكطبيب أو كمهندس أو كغيرهم. هذا بعد هو من درس خلص دراسته مباشره هو دخل بنظام حياه، ويعني تعلم على النظام انه يبقى بمجاله يشتغل. قليلين كلش يمكن اللي يطلعون، الصور عندنا بس طبيب اسنان الصور واحد او شيء، وحكم ساحه موجود بالدوري العراقي، البقيه كلهم يعني يشجع بس من بعيد البعيد. نتمنى له الشفاء العاجل. اي امين يا رب. البقيه صراحه يعني كلهم تلتهي بمجال عمله، تعرف يعني الدنيا تاخذ الواحد، ما يحس الا انه هو بدا ومشى واشتغل وفتح العياده او دوام المستشفى فما يلحق، بالذات فئه الاطباء مثلا واطباء الاسنان وحتى الصيادله دوام يعني مصرياتنا ما يقدرون يفارقون العيادات العصبيه. اي صراحه اي صراحه هاي الاختصار هو مو ما يقدر، هي باب رزقه بالاخير، يعني هو وراء بيت وراء عائله وراء هماتين مصاريف، دوام المستشفى كذلك يعني الخفارات التزامات، اي يعني هي الحياه تاخذه، ما يقدر انه يوفق، يا دوب انه يشوف له وقت شوي يشوف نتيجه اللعبه ايش قد، اذا يفرغ وقته فد ساعتين يشوف له لعبه مهمه، اما الباقي فهو شغله يعني. صراحه هو المجال يعني بالذات احنا كفيل طبي يعني مجال العمل متعب ويراد له وقت هوايه. انت عندك فد ابره واحده، ابره واحده ايه، اكو اكثر من لاعب مصاب كاس العالم، لما تطلع هاي الابره حتى يشارك كاس العالم؟ كريم بنزيما. ليش؟ افضل لاعب بالعالم يعني باي بطوله ذيك السنه بسبب الاصابه يشارك مثلا على مود يشارك، فاكيد انا اعطيه الكريم بنزيما. اصلا انه اي بطوله تفتقد افضل لاعب بذاك السنه بالبطوله يخسر البطوله اذا كان كريم بنزيما او غيره، باعتبار انه هو حاصل على الكره الذهبيه. فاصلا يعني انا اشوف وجهه نظري هذا ريالي دكتور؟ اي ريالي بس بعيدا عن الميول فهو افضل لاعب. ليش ما اعطيتها لساديو ماني؟ ما هو افضل لاعب بالعالم يعني، هم اثنيناتهم هذا الاول وهذا الثاني، انت تنطي اللاعب الكره صاحب الكره الذهبيه تشوف مدى جدارته، انه ما اخذ الكره الذهبيه باستحقاق ايش راح يسوي المنتخب؟ هو اخذها اعتمادا على دوره بالنادي بشكل تقريبا 80 او 90%، فكان يستحق على 10. ولاعب طبيب مشارك بالمونديال؟ لاعب طبيب ما اعرفه بصراحه على المستوى العالمي، بس على المستوى المحلي انا اعرف جاستن ميرام عندنا يعني ضمن الموجودين هسه، هو طبيب يعني لاعب منتخب وطني. خارجيا ما اعرفه بصراحه، بس الكل يشهد سيمون كاير يعني كابتن منتخب الدنمارك تصرفه ببطوله اليورو اللي فاتت، تصرف يمكن حتى احسن من الطبيب، يعني ساهم بانقاذ لاعب منتخب الدنمارك اللي فقد الوعي وكذا. حافظ القصص يعني اليوم؟ اي حافظها، بس مفاجاه ان شاء الله. مفاجاه قويه؟ قويه ان شاء الله.